وأيضا الأمر اللي لفت الانتباه ديالي أنه هذاك السيد اللي كان كيرقيها يا حسرة، من رجل تاجر كانوا كيعرفوه كاع الدوار لرجل تاني مختلف تماما وبمعنى الكلمة، لرجل هبيل متشرد وحوايجو مقطعة وتايه وما لاقي فين يمشي. الغريب في الأمر أنهم كانوا كيقولوا أنه كانت عنده علاقة بداك الشي اللي وقع للبنت، والله أعلم. وأما داك الشي اللي وقع لديك البنت المسكينة، مهما يكون هاد الإنسان اللي دار فيها هاد الشي، ففين غادي يهرب من عقاب ربي؟ وما عرفت هاد الشي اللي داروه فيها واش من حيث سهرية ولا يكون بسبب عمل آخر. بصراحة بقات فيا هاد البنت المسكينة، وبقات القصة ديالها في عقلي محفورة ومنقوشة بكامل التفاصيل نتاعها خويا أسامة. والحمد لله على كل حال، اللي دار شي حاجة في شي حد ربي غادي يجازيه، سواء كان دار داكشي بالخير أو بالشر. وياها خويا، بزاف هاد القصة. مسكينة قاصات وعانت في حياتها، ولكن الحمد لله الله تعالى قاد وقادر على كل شيء. الحمد لله خويا أسامة، الحمد لله. قول لي، تمشي معايا عند واحد الصديق نتاعي بعيد على هنا، وشحال هادي من سنة ما شفته واليوم تفكرته، وراه مسكين تا هو كان تعرض لهذا الشيء وتعرض للسحر. ما بقيتش تسولت فيه من ايام الابتدائي، حيت كان قال لي شي حد في عائلته تيسحل الناس، وكان قال لي انه معروف ومشهور، يمكن يكون الشريف، ما عرفتي. حلف بالله، ايوا زيد نوض نمشيو عندو دابا نيت. والله اخويا كندوي معاك بالصح، يلا نمشيو عندو ونيت نباتو معاه الا وافق، ونشوفو قصتو كيف دايره. مسلسل عيشة العمياء والتشعل، قصص وحكايات من الواقع، أساطير مغربية وعربية، كل هذا في رمضان عصريا ولأول مرة على قناة الراوي ستوريز في اليوتيوب. كل يوم حلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صدق الله العظيم. مشينا لعند صاحبه واللي ما عرفناش اش من قصة غادي يحكي لنا. المهم من بعد ساعة نتاع الطريق أخيرا وصلنا لعندو، استقبلنا وحتى الوالدة نتاعو وخالته وخوه. بصراحة استقبلونا ورحبوا بنا بأجمل صورة، علما أن الوالد ديالو كان توفى. دخلنا لعندهم وشربنا معهم الكاس ديال أتاي، وتوجهنا لبيتو من بعد ما عرفت أنه سميتو حمزة. جلسنا معه في بيته وجبت معه أسامة الموضوع وبدا كيحكي لنا الحكاية. مرحبا بكم أخوتي، وشرفتوني بزيارتكم. أها مرحبا، ديك القصة أخويا أسامة غريبة، ونبدأها لكم في الوقيتة اللي كنت فيها طالب علم. كنقرأ، وفي أوقات الفراغ كنمشي نعاون واحد رجل خالتي خدام في المشرحة، اللي أغلب الأوقات ديالو دوزهم غير بالموتى. كنت كنهز معاه الموتى باش نديرهم في التلاجة، أولا نخرجوهم نعطيهم لموليهم باش يدفنوهم. الصراحة كان قلبي قاسح وما كان خافش من هاد الشي، ولكن الحاجة الوحيدة اللي كتهز لي قلبي هي الوقت فاش كيغسلوا الموتى، ولكن ما كنش كنحضر ليه بزاف، وكانوا كيجيبوا لنا الناس اللي مجهولين الهوية، بحال الناس اللي محروقين أو لما تغارقين وكيكون وجوههم مشوهة وكتخلع. هاد الشي كامل اللي قلت لكم غير باش نقرب لكم الصورة. المهم ما عليناش، في واحد الليلة من الليالي
كان فيها البرد والشتا والرعد. جالس أنا ورجل خالتي سميته محمد وكيف العادة مجمعين، حتى سمعنا صوت الأمبيلونس واقفة قدام باب المشرحة. نط أنا ومحمد باش نديرو خدمتنا، لقينا جوج رجال مخرجين ديك الجوتة. دخلنا ديك الجوتة للتلاجة وكانت هذيك آخر جوتة اللي دخلنا في داك النهار. صافي كملات خدمتنا ومشينا أنا ومحمد رجعنا للدار بحكم أنو كنا ساكنين مجموعين. الغد ليه محمد مرض وشد الفراش وما قدرش يمشي للخدمة، وكان باغي يتصل بهم باش يجيبو شي واحد في بلاصتو حتى يبرا. أنا قلت ليه أنا نخدم في بلاصتك. هو في الأول رفض ولكن بقيت كنقنعو حتى وافق. مشيت للمشرحة والصراحة كنت أول مرة نحس بالمشرحة خاوية وكبيرة بحال هكاك، حيتاش أول مرة نبقى بوحدي. كنت ديما متعود على صوت محمد والراديو ديالو والأغاني ديال أم كلثوم وريحة الكارو، أودي له لا يحرمنا منه وصافي. هو اللي بقى معنا وخالتي وكنحسبو بحال الوالد. حسيت بمعنى أنه تبقى بوحدك في شي بلاصة وماشي في أي بلاصة عادية. تخيل معايا أنت أو لنتي جالس في شي بيت جليج ديالو كله بيض وفيه 8 ديال التلاجات، وماشي أي تلاجات، تلاجات اللي فيهم الموتى. صراحة الموقف مرعب، وفي هاد اللحظة قلبي تقبض وما قادرش نتنفس. قلت نمشي حدا الباب نشم شوية ديال الهواء، والدنيا كانت خاوية قليل فاش كدوز شي طوموبيل. شوية بديت كنحس بحال شي واحد واقف ورايا. درت بشوية وما لقيت حتى شي واحد. التفكير ديالي مشوش وخايف غير بوحدي. بديت كنقرا قرآن ولكن حسيت المرة الثانية شي حد كيتنفس ورايا، وكنحس بداك النفس سخون. دورت وجهي وخايف وقلبي كيضرب بالجهد، ما لقيت حتى واحد. ولكن صدمة شفت باب المشرحة كيتحل بوحدو وكنسمع شي تخرجيش. بقيت دقيقة وأنا جامد في بلاصتي. تشجعت وقلت نشوف شنو كاين. ملي دخلت لقيت واحد التلاجة محلولة ويد الميت خارجة، وبحالي إلا كتحاول تخرج. أنا تخلعت خرجت وبديت كنجري، وكلي كنت ترعد ما عارف حتى فين غنمشي. شوية تفكرت ديك المرة اللي جابوا البارح للمشرحة، قلت يمكن تكون باقا عايشة. مشيت للسبيطار اللي قريب من المشرحة، لقيت جوج حراس جالسين تما كيشربوا أتاي. شافوني قالوا لي مالك حمزة، مالك وجهك كله صفر وكلك كترعد. قبل ما نعاود ليهم قلت لهم يلا ومعايا عندي مشكل في المشرحة. مشاو معايا، ولكن المفاجأة أنه كان كل شيء هو هذاك، والثلاجة كانت مسدودة بحال لم وقع والو. بداو كيشوفوا فيا الحراس قالوا لي فين كاين المشكل. جاوبتهم لا راني غير شميت ريحه الغاز وخايف لا توقع شي حاجه ولا شي كارثه وتشعل العافيه الله يحفظ. بداو كيقلبوا باش يتاكدوا واش كاينه شي حاجه، وانا بقيت غير مصدوم واقف قدام ديك الثلاجه. ما يمكنش يكون هذا الشيء اللي شفت بالصح. سولت واحد فيهم واش ممكن شي واحد يجيبوه للمشرحه ولكن هو حي. جاوبني اه ممكن ولكن قليل فاش كتوقع. علاش؟ واش شفتي شي حاجة؟ قاطعته وقلت له لا والو غير سولت وصافي. شوية بقى كيشوف جهة رجلي وكيقول بسم الله الرحمن الرحيم، وعيني مركزين غير على رجلي. هبط عيني باش نشوف وانا نلقى الدم تحت رجلي. تصدمت ما فهمت والو، بديت كنغوت او منين جا هاد الشي. حاولت نحيد داك الدم اللي واقف عليه وقالوا لي واش هاد الدم اللي كنتي باغي تورينا؟ قلت لهم لا كنت باغي نوريكم غير منين جايه الريحه ديال الغاز. سولتهم واش موالفين تشوفوا بحال هادشي هنا ولا لا. جاوبني واحد فيهم لا اول مره كنشوفوا هادشي. كل واحد بدا كيشوف في الاخر وقالوا لي الله يعاون السي حمزه راه خلينا خدمتنا. قلت لهم واش غادي تخلوني بوحدي؟ عافاكم بقاو معايا. المهم مشى واحد فيهم وبقى معايا واحد، هو يقول لي حل الثلاجه اللي وراك راه يمكن هي اللي خرج منها الدم. وانا نجاوبو حلها انت نيت،
قال لي واش انا اللي مكلف بهادشي ولا انت؟ اجي ياك ما داير شي زبله. جاوبته وقلت له واش انت باغي تلصق فيا شي مونتيف ولا شنو؟ وانا نقول له انا دابا غنحلها، بغيت نحلها وانا خايف وما قعدتش نحلها. بديت كنقرا ايات الكرسي في خاطري وحاطي يدي للثلاجه باش نحلها وساد عينيا. غير حليت الثلاجه ونسمع واحد الغوته خوفاتني اكثر من الخوف اللي حنا فيه. السيد اللي حدايا حاطي يديه على وجهه وكيقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم، وكيعاود فيها شحال من مره. درت نشوف الجثه لقيت وجهها كله ازرق وعينيها محلولين وفمها محلول بحال كتغوت ويديها مشرطين وعنقها محروق، واحد المنظر كان كيخلع. بقينا غير مصدومين. سديت عليها الباب ديال الثلاجه بالزربه وخرجت انا والسيد وسديت المشرحه ومشيت ديريكت لدارنا. ملي دخلت لقيت با محمد جالس كيتسناني. دخلت بست لي يديه وقال لي كيف دوزتي ليلتك؟ جاوبته انا كنتمتم نهار داز مزيان مزيان، المهم با محمد تصبح على خير. انا ما قدرش نقول ليه الحقيقه، شي حاجه منعتني. المهم مشيت لبيتي وانا كنت فكر داك المنظر وقلت خاصني ضروري نعرف شكون هاد السيده، خاصني ضروري ندوي مع داك السائق ديال الامبولونس اللي جابها البارح. بقيت كنفكر حتى داني الناس وبديت كنحلم بلي ديك الجثه تابعاني وكتجري من ورايا. شويه كنسمع صوت البكا ولقيت قدامي ثلاثه ديال الكلاب ورايا، اختي امال هي اللي كانت كتبكي. رجعت للور ومشيت باش نشوف مالها، وهي تبان ليا ديك الجثه وراها وشادها من شعرها وكتجر فيها. شويه بدات كتخبط راسها مع الحيط صافي، وهي ضربني رفيقه. لقيت راسي عرقان ومخلوع، الحمد لله هذا غير حلم. بغيت نوض نشرب وبديت كنسمع صوت البكا، اواه صوت الوالده هذا. بديت كنجري ومشيت نشوف اشنو واقع. لقيت الوالده ومحمد وخالتي وخويا في بيت اختي. قربت البيت لقيت الوالده طايحه وكتبكي. دخلت باش نشوف اشنو واقع، لقيت اختي ميته، وجهها كله عامر دمايات ومشوه. رجليا فشلوا ما قديتش نشوف داك المنظر، وخا كان قلبي قاسح وهادشي موالف نشوفه، ولكن هاد المره اختي اللي ميته، اختي اللي كانت ديما قريبه ليا، اختي اللي ملي كندخل الدار كتجري لعندي وتعنق فيا، كنت عزيز عليها بزاف، اختي اللي ديما مبتسمه واللي كتعاون اي واحد. اختي مشات. بقيت كنبكي ونصبر في الوالده. الغد ليه درنا الجنازه ومشينا باش ندفن اختي، والطريق كامله وانا ساهي وكنفكر غير في داك الحلم اللي حلمت وهادشي اللي وقع. ويلا عاودت ليهم ما غاديش يتيقوني وغيقولوا غير راه تاثر بموت اختو. في الاخير صبرت راسي بلي هادشي قضاء وقدر. ملي وصلنا درنا داكشي اللي خصو يدار، ويلا بغينا نحطوها في القبر ويخرج الدخان من القبر. الناس بقاو غير كيشوفوا في بعضياتهم ومصدومين. انا قلت لهم اختي ما غاديش ندفنوها هنا. شويه سمعنا الغوات والبكا وداك القبر ولات شاعله فيه العافيه. الناس هربوا بداو كيغوتوا وكل واحد فينا هربان. شويه جا واحد الكلب وبدا كيجرب اختي من الكفن. انا صافي بقيت غير مصدوم كنقول هاد الشيء غير حلم. بغيت نمشي نعاونها ولكن رجليا فشلوا ما قادش نتحرك، ومحمد حتى هو وقع لي نفس المشكل ما قادش حتى هو يتحرك. شويه جات سياره الاسعاف والسياره ديال الاطفاء، غير هزو اختي وطفات العافيه. انا ديك الساعه فقدت الوعي، وملي فقت لقيت راسي في السبيطار وخويا حدايا. سولته على اختي واش دفنوها، قال لي لا حيتاش ما خديناش التصريح بالدفن، ودابا هي راها في المشرحه وكيديروا التحقيق بكيفاش ماتت. دازت اسبوع على هادشي، والوالده كل نهار كتبكي، وانا كل نهار كنحلم باختي وبديك الجثه الملعونه. با محمد نصحته باش يشغل وقته وما يبقاش جالس في الدار حيتاش صحته غتزيد دهور، وقال لي داكشي اللي غندير ولدي وغنرجع لخدمتي. جاوبته وقلت له واش با محمد باغي ترجع تخدم في ديك المشرحه ومن الفوق فيها اختي؟ راه يلا غادي تزيد تازم نفسيا، سنى بعدا غير تندفنوها. ولكن اللي فراسو فراسو، قال لي انه بغى يكون قريب من امال. المهم صافي الغد لي مشيت انا ومحمد اللي بعض المرات كنقول ليه الوالد. مشينا للمشرحه فاش كاينه اختي وحده ديك الثلاجه الملعونه. داز نهار عادي
حتى لديك المغرب تقريبا. مشى الوالد على الثلاجة فاش كاين اختي وكيقرا القرآن. انا حسيت بالخوف، ما كنتش باغيه يقرا القرآن، خصوصا باللي كاينه ديك الجو تحت اختي. قلت للوالد من الاحسن تقرا القرآن في الدار ماشي هنا، ولكن هو ما ادهاش فيا. شوية بدينا كنسمعوا صوت ديال الدقان في الثلاجة. الوالد تصدم، قال لي يا اختك هادي يمكن مازال ما ماتتش. قلت ليه لا، هاد الدقان ديال الجثة اللي حداها، واش عقلتي على داك النار قبل ما تمرض؟ قبل ما نكمل هضرتي سمعنا الدقان تاني، ولكن هاد المرة بقوة. قلت ليه يلا هالوالد نخرجوا. جاوبني واختك نخليوها بوحدها مع هاد الجثة؟ قلت ليه راهما بجوج ميتين. شوية بدا كيقرأ القرآن وتيعلي في صوته. شوية بدينا كنسمعوا صوت اختي، قال لي يا حمزة حل الثلاجة. انا رفضت، قلت لي لا راه لا حليتيها غتندم علاش حليتيها وغتشوف اللي عمرك شفتي. جاوبني واش حماقيتي، نخلي اختك كتعذب. صافي قلت له انا غنحل الثلاجة. غير حليت الثلاجة وبدا كيترش عليا الدم. انا بالخلعة خرجت كنجري وما فكرتش كاع في الوالد. خرجت حدا الباب وانا نلقى داك العساس ديال السبيطار تما. قال لي اش كدير هنا وهاد الدم منين جا؟ انا دابا غادي نبلغ بك عند البوليس. جاوبته واش حماقيتي، كيفاش تبلغ البوليس وحنا نسمعوا نباح الكلب وجاي كيجري قاصدنا؟ انا غير شفته هربت وداك الكلب نقص على داك الحارس وبدا كيعض ليه في عنقه حتى طاح. انا مني شفت داك المنظر بقيت غير كنجري، كنت خايف بزاف. شويه فكرت الوالد ورجعت وانا نسمع الغوات، وهاد الصوت مغريبش عليا. هذا صوت الوالد. بديت كنجري ولقيت داك الكلب كيعض في الوالد، والوالد غارق في الدمايات. شويه ويتبان ليا واحد المراه كتزحف وجهها كله مشوه. انا من هول المنظر فقدت الوعي ديالي. حليت عينيا لقيت راسي في السبيطار. انا اش كندير هنا وفين الوالد؟ هو يدخل الطبيب عندي قال لي على سلامتك. جاوبته قلت له شنو كندير هنا وفين هو الوالد؟ قال لي شوف ولدي، انت يومين وانت هنا من بعد ما شعلت العافيه في المشرحه، والوالد ديالك مات في داك الحريق الله يصبرك. انا بقيت غير كنشوف فيهم مصدوم. ما يمكنش الاب ديالي مات ومات حتى محمد اللي كنت نحسبه با. بقيت كنغوت بهستيريا، ديك السيده هي السبب. حتى جات واحد الممرضه ودقات ليا واحد البرا. لغت ليه جات الام ديالي وخالتي وخويا. خالتي كانت منهارة وما قادة حتى الدوي. المهم بقاو معايا واحد شوية وما يمشيو. في العشية خرجت كنتسلس من السبيطار، خرجت من الباب اللوراني، بقيت كنجري حتى وصلت للبلاصة فين كيكونوا سيارات الإسعاف. لقيت واحد السيد تما، سلمت عليه وبديت كنسولو على داك السيد اللي جاب الجثة أول مرة. بديت كندوي معاه حتى عطاني سميتو والعنوان ديالو، وقال لي بلي ما بقاش خدام معانا ولا منعزل ودخل في حالة اكتئاب، وحتى واحد ما عارف شنو السبب. غير كملت معاه الهضرة مشيت ديريكت لعندو. وصلت حدا باب دارو دقيت عليه مرة جوج ثلاثة حتى حل عليا الباب. سلمت عليه وقلت ليه باغي ندوي معاك في واحد الموضوع إلا كان ممكن. قال لي دخل لداخل ونهضرو. بديت كندوي معاه وانا نقول ليه واش عاقل على واحد النهار جبتي لنا واحد الجثة في النهار فلان فلاني انا والوالد وفي المشرحة الفلانية؟ جاوبني عارف ديك المشرحة ولكن ما عقلتش عليك. قلت لي انا بغيت نسولك على واحد الجثة. قال لي ولدي شحال قد نعقل، شحال من جثة هزيت وحطيت. بديت كنفكرو شوية بشوية وعطيتو المواصفات غير تفكرها ويقول لي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم خرج من داري، وبدا كيغوت عليا. انا ما تفاجئتش بردة الفعل ديالو، بالعكس عاد زدت تأكدت بلي هاد الراجل عارف شي حاجة. بديت كنهدن فيه وقلت ليه عاود لي عليها، هو يرفض وانا نعاود ليه على كاع داكشي اللي طرا ليا من نهار جات ديك الجثة. هو يقول لي نصيحة ليك ولدي، تخلص من ديك الجثة، ديك المرأة راها شيطانة واللي دخلت في حياته كتقلب لي حياته. المهم انا دابا نعاود ليك عليها. في واحد النهار كانوا الناس مجموعين على واحد المبنى، كان كله كيتحرق، وانا كنت تما في سيارة الاسعاف وكنت سنى رجال المطافي يجيو، والناس كلهم مخلوعين وكيقولوا اليوم غادي تقتلنا، راها مرة ملعونة. انا ما فهمت والو. شوية جات سيارة الاطفاء
وبداو كيطفيو في العافيه، ولكن والو، يلا العافيه كتزاد تشعل، والناس اللي ساكنين في المبنى كيغوتوا باش يعتقوهم. شويه خرجت واحد المراه كلها محروقه وهازه كتاب في يديها، والناس كيقولوا ها هي الشيطانه خرجات. شويه فقدت حاسه السمع، ما بقيتش كنسمع الغوات، وحتى الناس اللي معايا ما كنسمعهمش، غير كنشوف وصافي. والناس بداو كيضربوا في ودنيهم، يعني هادشي اللي واقع واقع لهم حتى هما. شويه سمعنا واحد الغوته تما كرجع لينا السمع، وديك السيده جالسه كتقرا في داك الكتاب، وحنا بدينا كنسمعوا الغوات بحال شي واحد كيتعذب. شويه الناس اللي كاينين في المبنى كينقزوا من الشرجم واحد مورا واحد، الناس ما بقاو فاهمين والو، كاين اللي سخف، كاين اللي هرب، وكاين اللي واقف ما فاهم والو. اما انا خلاص بقيت غير مصدوم وما قادرين نديروا والو. شويه ديك المراه بدات كتغوت وهي طيح على الارض، في ديك اللحظه طفات العافيه، وداك المنظر عمرني ننساه طول حياتي. سيارات الاسعاف بدات كتهز الجثث، وانا بقيت مسمر في بلاصتي. حتى قال لي صاحبي واش انت غتبقى واقف في بلاصتك، يلا غنهزو ديك الجثه ديال ديك المراه اللي بقات. هزينا الجثه وانا قلبي ما مرتاحش، طريق كامل وانا مخلوع. شويه حسيت بحال ديك الجثه كتحرك، وصاحبي ما حس بوالو وجالس وكيعاود لي على داكشي اللي طرا، وانا نخدم القران في الراديو. شويه هو يطفى بوحدو، بغيت نعاود نشعلو ولكن ما بغاش. دابزت معاه وهزيت عينيه في المرايا، وانا نشوف وجهها كله محروق وعامر بالدم، وعينيها مركزين فيا. دورت وجهي نشوفه، ولكن كلشي هو هذاك. بديت كنترعد غير بوحدي. المهم اللي وصلنا للمشرحه عندك، حسيت بحال حيدت عليا حمل ثقيل فوق ظهري. ملي رجعت للدار بديت كنفكر بكاع داكشي اللي وقع، وشدني الفضول وضرني راسي بحالك باغي نعرف شكون ديك السيده. الغد ليه مشيت لديك البلاصه اللي وقع فيها داك الحريق، سولت شي ناس وقلت لهم انا من البوليس وباغي نعرف شي معلومات على ديك السيده، ولكن هما ما كانوا عارفين عليها والو، من غير انهم كيقولوا عليها المراه الشيطانه، وحتى والديها كيقولوا عليها انها ملعونه. حينتاش نهار تزادت جابت لهم الناس. الصراحه هاد المعلومات ما شبعوش الفضول ديالي. المهم رجعت للدار باش نتوضا، درت الماء في المقراج شويه ويا تشعل العافيه، بديت كنكب الماء على العافيه ولكن والو، عاد ما كتزاد تشعل. شويه بديت كنسمع صوت بحال شي واحد كيتعذب. تماك بديت كنقرا القران حتى طفات العافيه بوحدها، وتماك عرفت بلي هادشي اللي وقع ليا ماشي عادي. مشيت للحمام باش نتوضا، وحسيت بحال شي حد ورايا، قلبي كيضرب بالجهد والسخونيه طلعات معايا. دورت وجهي وهي تبان ليا المراه. خرجت من الحمام وبقيت كنجري ومخلوع، ومشيت عند جاري اللي هو صاحبي من سنين سميتو عبد المجيد، وبديت كندق عليه. حل عليا الباب وقال لي مال وجهك صفر، جاوبته والو غير عيان شويه وبغيتك تبات معايا. وافق يبات معايا. المهم وصلت ديك التسعود ومشيت نعس، حيتاش كنت عيان بزاف. نعس انا في بيت الناس، وعبد المجيد نعس في الصالون. شويه بديت كنحس بشي حريق في ظهري، ملي بغيت نوض نشوف اش بيا ما قديتش، بحال مكتفني شي واحد، وبديت كنغوت ونعيط على صاحبي. وجا مسكين كيجري غير شافني هو يتخلع، بدا كيقول له اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اش هادشي؟ كان ظهري كله مشرط ودمايات. هزني وداني لاقرب مستشفى، عالجوني وعطوني شي مسكنات وشي مضادات. المهم رجعت انا وعبد المجيد، وبدا كيسول فيا على شكون دار فيا هاد الحاله. جاوبته بلي حتى انا ما فاهم والو، قلت لي صافي غير بات في داركم، ولكن هو ما بغاش يخليني بوحدي. مشيت نعس في بيتي، يلا بغيت نغمض عيني ويجي عبد المجيد. قال لي واش عندك شي مشاش في الدار؟ قلت ليه لا ما عنديش. قال لي ايوا اجي تشوف. مشيت معاه لقيت صغاب ديال المشاش في الارض وثلاثه ديال الفيران ميتين، وانا نقول ليه شوف عبد المجيد غدا ان شاء الله نعاود لك كل شيء. هو يقول لي من الاحسن باتوا في داري، حيت هادشي اللي كيوقع في هاد الدار ماشي طبيعي. المهم وافقت. ديك الليله دازت على خير. الغد ليه فقت في الصباح فطرت انا وعبد المجيد،
ويقول لي عاود لي يا صاحبي كل شيء. المهم عاودت لي على ديك الجثة الملعونة، وهو بقى غمصدوم وبقى كيحاول يستوعب هضرتي، وقال لي هاد المدة من الأحسن تبقى عندي في الدار. المهم داك النهار داز بخير، مشيت الناس وفي نص الليل فقت، ولكن هاد المرة ما فقتش على الألم ديال ظهري، فقت وأنا ما قادرش نتنفس وقلبي كيضرب بالجهد وبحال مكتفني شي واحد ما قادرش نتحرك، وعيني ما قادش نحلهم وكون غير ما حليتهمش أصلا. بديت كنحاول نحل عينيا وأنا نشوف قدامي واحد الكلب كحل وعينيه مركزين في عينيا، شوية بدا كينبح بحال كيتعذب وأنا براسي ما فهمش علاش كيدير هكا. شوية بدا الجلد ديالو كيتقطع وكيخرج فيه الدم، وداك الدم كان كحل. شوية بديت كنتحرك نط من بلاصتي باش نهرب، وأنا نشوف الدم في القناد ديال الحيط. خرجت كنجري بالزربة وكنعيط على عبد المجيد، لقيته واقف في الصالة ومرفوع. بديت كنقول ليه بلي في بيتي كلب كحل وكذا، ولكن والو بحال كنتوي مع الحيط. شوية هو ينطق قال لي انت سبب هاد المشاكل. من بعد بدا كيشوف في السقف. انا كنقول الله يا ربي، حتى السيد دخلته معايا في مشاكلي، صرفقته باش يخرج من الحاله اللي فيها ولكن والو. بدا كيتمشى وكيقول لي هاد المراه ملعونه، هاد المراه ملعونه. انا بقيت مسمر في بلاصتي وهو غادي جهه الكوزينه. مشيت نتبعو لا يدير شي حاجه في راسه، لقيتو شعل العافيه في يديه. انا بقيت مخلوع ومصدوم من داك المنظر، وهو كان عاجبو الحال. شويه ويطفى العافيه هو يخرج من الكوزينه ومشى لبيت الناس بحال ما وقع والو، وانا غير تابعو وهي تبان لي ديك المراه الملعونه واقفه قدامي. انا صافي تما فشلوا لي رجليا. صاحبي عبد المجيد طايح على الارض وكيخرج منه دم كحل. انا بديت كنغوت وكنقول ليها عافاك ما تقتلينيش. شويه بدات كدير فيا واحد الشوفه معنيتها انا غنرجع لك. شويه غبرات وصاحبي عبد المجيد رجع كيف كان. من تماك عمرني ما دويت مع احد وما عاودت لحد، كنتسنى غير ديك الجثه تجي تقتلني شي نهار. حتى جيتي دابا انت كان عليا كاع ما نعاود لك هادشي، وما كانش عليك اساسا تسول. انا نط من بلاصتي بالخلعه وقلت ليه ملي هادشي كامل وقع ليك علاش ما خرجتيش من هاد الدار. قال لي بلي كل مره كنبغي نخرج منها كيوقعوا لي شي حوايج غراب، يعني ما بغاتش تخليني نخرج من الدار. شويه بدا كيبكي وقال لي انا صافي مشيت فيها، غادي نبقى في هاد الدار تقتلني، وانت من الاحسن تنسى هادشي وما تبقاش كتسول عليها. جاوبته واش بغيتيني نتسناها تقتل لي الوالده وخويا كيف قتلت لي الوالد اختي؟ انا ماشي خواف بحالك. قال لي ايوا سيدي الا ما كنتيش خواف كمل في هاد الطريق وشوف فين غتوصل. سير كمل داكشي اللي ما قدرتش انا نديرو، ونزيدك هي من القريه الفلان فلانيه، سير سول عليها. باقي ما كملش هضرته بدات الدار كلها كتزعزع بحال شي زلزال. داك السيد كيغوت وكيقول ناري اليوم غنموتو، سير هرب حمزه سير. وبدينا كنسمعوا الغواز، وانا نقول ليه انا ما غنمشيش ونخليك بوحدك. شويه بدينا كنشوفوا الدم في الحيط والكلاب كينبحوا. انا صافي هربت خرجت من الدار وبديت كنسمعو كيغوت وكيطلب منها السماحه وكيزاوق فيها باش ما تقتلوش. انا في ديك اللحظه تشجعت ودخلت باش نعاونو. دخلت للدار وبقيت جارو من يديه، غير فتنا العتبه ديال الباب والسيد بدا كيغوت ويديه بداو كيتحرقوا. انا عاد فهمت السيد ملي كان كيقول لي انه ما يمكنش يخرج من الدار. شويه بانت لي ديك المراه الملعونه، ابشع وجه شفته في حياتي، وعينيها حمرين بحال شعله فيهم العافيه، وكتضحك بحال الا ربحات شي حاجه، وجالسه كتدور في دار السيد والعافيه شعله في الدار. مشيت هربان وكنجري وكنت باغي نلقى النهايه ديال هاد العجب. مشيت للدار وانا كلي كنترعد وما عارف اش ندير، ولكن فكرت وقلت بلي خاصني ضروري نمشي للقريه فاش كبرات ونسول عليها. الغد لي مشيت للقريه اللي قال لي عليها السيد قبل ما يموت، وانا ما غنقولش لكم شنو سميت هاد القريه باش حتى نتوما ما يقتلكمش الفضول وتمشيو تقلبوا عليها. اول ما وصلت لديك القبيله كان كلشي فيها كحل، ولاو ندير التراب بحال الرماد، والديور كحلين بحال كانت شاعله العافيه في هاد القريه شحال هادي، والناس اللي كاينين في هاد القريه باين على وجوههم البؤس والالم، كان الحزن على كل واحد فيهم. وغير شافوني كل واحد فيهم لاح داكشي اللي في يديه، وبقاو كيشوفوا فيا عارفين اني غريب على القريه ديالهم. انا كنت خايف لنسول شي واحد فيهم،
حين تباين فيهم اللي فيهم يكفيهم ويقدر إلى عرفوا علي الجيش. يا ربي السلامة، أش هاد الشي؟ سمحوا لي دقيقة نطل من الشرشم. يمكن شي قصيدة هادي. يا ربي السلامة، طاكسي كبيرة دخلات في الحيط ديال الحانوت، تسناوني شوية مشي نشوف ونجي. واخا خد راحتك. مشى حمزة نزل لتحت وحنا يبقينا كنطلو من السرجم، والمكان كان عامر دخان والناس كانت كتجرى لديك البلاص، وبصراحة ما كان كيبان لينا والو من كثرة داك الدخان اللي كان تما. يتبع